بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة بالتأكيد أولى المباريات الودية أو اللقاء الودي الوحيد اللي منتخبنا هيخوضه استعدادا لانطلاق أمم إفريقيا الأسبوع المقبل. يمكن بعد الحلقة مباشرة وفي تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، مصر تخوض لقاء وديا أمام منتخب تنزانيا على استاد القاهرة الدولي. هو اللقاء الوحيد اللي استقر عليه البرتغالي روي فيتوريا للاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية اللي هتنطلق بإذن الله يوم السبت المقبل، وبالتأكيد مباراة منتخبنا الوطني هتكون مع منتخب موزمبيق يوم الأحد الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. النهاردة هنتكلم أكتر على استعدادات منتخبنا الوطني، كيف يستعد لبطولة الأمم، تشكيل منتخبنا الوطني اليوم في مباراة تنزانيا. أكيد في غيابات، في لاعبين لسه ما دخلوش في التدريبات الجماعية بيتم تأهيلهم استعدادا للبطوله. كل التفاصيل دي بالتاكيد هنتكلم عليها النهارده في سياق برنامج الترند. كمان هنتكلم على اخر الاخبار اللي تخص بالتاكيد النادي الاهلي، وانا عارف في الساعات الاخيره يعني ما حدش بيتكلم الا على الصفقات والانتقالات والتدعيمات، ولكن قدر الامكان النهارده في اخر اخبار الترند هنحاول قدر الامكان نقرب شويه من التفاصيل، ولكن دون الاعلان عن التفاصيل الرسميه او الاقتراب حتى من الكواليس، لانه تعرفين طبعا الامور دي اكيد بيبقى فيها سريه شديده جدا لحين الاعلان الرسمي من قبل اداره النادي الاهلي. الاجتهادات والاخبار اكيد يعني ما ينفعش نجتهد فيها الا لما تكون معلومه رسميه، لان احنا بالتاكيد بنعبر عن النادي الاهلي ومصدر رسمي بالتاكيد للنادي الاهلي وهي قناه النادي الاهلي، ولكن عشان جمهورنا بالتاكيد هنحاول قدر الامكان نقربكم شويه من بعض المعلومات المتاحه اللي ممكن تتقال في الفتره الحاليه لحين ما يتم الاستقرار او الاعلان الرسمي عن بعض التدعيمات اللي هتتم خلال الايام القادمه. وبالتاكيد النادي الاهلي مش هيخلص انتقالات يناير الا ما يبقى في تدعيمات في بعض المراكز اللي طلبها مارسيل كولر في اخر اجتماع تم مع الجهاز الفني، قصدي مع لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب قبل السفر في اجازه تنتهي يوم 10 يناير. لان بالتاكيد النهارده كمان عندنا تفاصيل اكتر عن اول التدريبات او اول ميعاد للمران الرئيسي للنادي الاهلي عقب العوده من الاجازه. لكن بسرعه نبدا حلقتنا بسؤال حلقه اليوم وسؤال حلقه النهارده قبل المباراه اللي هتتلعب بعد ساعه. عايز اعرف توقعات حضراتكم لنتيجه مباراه مصر وتنزانيا الوديه. تقدروا تشاركوا معنا في الاجابه على السؤال وتوقعاتكم للنتيجه من خلال صفحات القناه على السوشيال ميديا، وفي الجزء الاخير هستعرض اكبر قدر من توقعاتكم على سؤال حلقه النهارده في الجزء الاخير بالتاكيد من برنامج الترند. لكن بسرعه نروح لاهم العناوين. البدايه في ترند الاهلي، الاهلي يدرس اقامه معسكر خارجي خلال فتره التوقف. وفي ترند افريقيا، فيتوريا يعلن تشكيل المنتخب للمباراه الوديه. واخيرا المنتخب راح غدا والبعثة تسافر لكوت ديفوار الثلاثاء. على بركة الله إن شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي منتخبنا هيغادر العاصمة المصرية القاهرة متجها إلى أبيجان يوم الثلاثاء بإذن الله في رحلة تستغرق حوالي 6 ساعات. يمكن رحلة سفر المنتخب يصل مساء يوم الثلاثاء، وهيكون عنده بقى تدريبات يوم الأربعاء والخميس والجمعة، والتدريب الرئيسي يوم السبت، استعدادا لاولى المباريات امام منتخب موزمبيق يوم الاحد باذن الله الساعه 7 بتوقيت القاهره. خلال الحلقات اللي جايه هنقربكم شويه من الكواليس والتفاصيل في الكوت ديفوار، لان بالتاكيد في كواليس كتيره وفي اخبار مهمه مع وصول او توافد المنتخبات المشاركه في كاس الامم بدءا من اليوم، لان النهارده اول منتخب وصل الى الكوت ديفوار المنتخب المغربي هيلعب مباراه وديه هناك. وبالتاكيد هو رغم ان هو هيكون اخر المنتخبات المشاركه في الادوار الاولى، ولكن الاتحاد المغربي كان حريص ان هو يسافر مبكرا استعدادا لمباريات البطوله. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم، والبدايه هتكون مع المباريات الوديه الدوليه. منتخبنا الوطني عنده مباراه الساعه 6 مع منتخب تنزانيا، ودي المباراه الوحيده اللي هياخدها منتخبنا الوطني استعدادا لكاس الامم في الكوت ديفوار، وبالتاكيد المباراه على استاد القاهره الدولي واللي بيقودها تحكيميا طاقم تحكيم من الكويت. نروح لمباريات الدوري الايطالي. ومنذ قليل انتهت مباراة إمبولي مع ميلان بفوز ميلان 3-0. تورينو مع نابولي 0-0، أودينيزي مع لاتسيو أيضا يعني لاتسيو متقدم 1-0. سرنتانا مع يوفنتوس الساعة 7، والساعة 10 إلا ربع روما مع أتلانتا. طيب دي مباريات الدوري الإيطالي. نروح لكأس ملك إسبانيا، وفي الساعة 10 من مساء اليوم برشلونة يعني ينزل ضيفا ثقيلا
على احد فرق الدرجه الثانيه باربا سترو، مباراه يعني اكيد تحصيل حاصل للبارسا، ولكن كلنا عارفين مباريات الكاس بتبقى فيها مفاجات. نروح لمباراه اليوم ايضا في كاس الاتحاد الانجليزي، وفي مباراه بتقام الان ما بين المان سيتي مع هيدرسفيلد تاون. المباراه حتى الان التقدم فيها لمانشستر سيتي 2-0. ارسنال مع ليفربول، المباراه هتكون الساعه 6، دي مباراه قويه جدا ما بين ارسنال وليفربول في كاس الاتحاد الانجليزي. اكيد مباراه صعبه بالتاكيد، يعني نتمنى التوفيق فيها لفريق ليفربول بيلعب بدون النجم المصري محمد صلاح، وكان الله في عون يورجن كلوب كان ادلى بتصريحات عديده بعد سفر محمد صلاح، وقال ان سفر صلاح اكيد ممكن يسبب ازمه كبيره لفريق ليفربول خلال مشاركه صلاح مع منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية. لكن بالتأكيد على المستوى يعني الشخصي والوطني وحاجات كتيرة، نتمنى يا رب صلاح يستمر مع منتخبنا حتى اليوم الختامي، يوم الأخير، يوم 11 فبراير. طيب النهاردة بالتأكيد لو هنتكلم سريعا قبل ما أطلع لفاصل كده عن أبرز النجوم وأبرز 15 نجم في كأس الأمم الإفريقية، عارفين الفكرة في حد ذاتها لما تتكلم على كل المنتخبات وتلاقي في منتخب فيه ما يقرب من 3-4 لعيبة. يعني لو هتتكلم على منتخب مصر محمد صلاح، هتتكلم على منتخب نيجيريا فيكتور أوسمين، هتتكلم على منتخب السنغال عندك بقى ساديو ماني، وعندك يعني بيسوما وبابا ماتار سار، يعني كذا لعيب في منتخب السنغال. عندك رياض محرز في الجزائر، عندك أشرف حكيمي في المغرب، عندك أندريه أونانا حارس منتخب الكاميرون، حكيم زياش مع المنتخب المغربي، يعني حكيم زياش، اشرف حكيمي، فبتتكلموا دي المنتخبات اللي يعني اللي فيها ممكن نجم او اتنين من المنتخبات الكبيره. لكن لو بنتكلم في السنغال عندك بيسوما، عندك بابا ماتور، وعندك نيكولاس جاكسون، كل دول منتخب السنغال مع ساديو ماني، وعندك اسماعيل بن ناصر من منتخب الجزائر. دول يمكن ابرز 15 نجم موجود في كاس الامم. كل المنتخبات الكبرى موجوده في البطوله، مفيش مفاجاه باستبعاد منتخب تونس مع مالي مع جنوب افريقيا في مجموعه واحده. المغرب عندها منافسه قويه جدا مع زامبيا والكونغو الديمقراطيه. لو تروح لمجموعه مصر معاها غانا، لو تروح لمجموعه الكوت ديفوار معاها نيجيريا، تروح لمجموعه السنغال معاها الكاميرون، الجزائر معاها بوركينا فاسو وانجولا وموريتانيا. يعني لا، البطوله السنه دي ليها وضع مختلف ومنافسه قويه جدا. اكيد في سياق الحلقه النهارده لما اتكلم على جدول المباريات، لان النهارده احنا معانا جدول مباريات كاس الامم، وزي ما انتم شايفين على الشاشه يمكن دي جدول المجموعات المشاركه في البطوله. هنتكلم بقى على جدول المجموعات، وهنتكلم جدول المباريات بالنسبه للمجموعات السته، ترتيب مباريات منتخبنا الوطني في حال التصدر المجموعه، مين الفرق الاقرب للمواجهه في الدور ال 16، طب لو خدنا المركز الثاني مين الفرق اللي ممكن تكون في المواجهه معانا. تفاصيل كتيره بالتاكيد في كل هذا الامر، ولكن نخرج الى فاصل، ثم بعد الفاصل عندنا كواليس وتفاصيل مهمه جدا. طيب تشكيل بالتاكيد في بعض النقاط اللي ممكن نقول روي فيتوريا بيلجا ليها بشكل اضطراري عشان غياب بعض اللاعبين نتيجه الاصابات، ولسه بالتاكيد هناك مده اسبوع عدد من اللعيبه الجهاز الفني والجهاز الطبي بالتاكيد بيشتغل على مدى جاهزيتهم وتاهيلهم لبطوله كاس الامم. تشكيل منتخب مصر اللي في بعض المراكز اللي فيها اختيارات اضطراريه بالتاكيد في حراسه المرمى محمد صبحي، وكلنا عارفين يعني اكيد محمد الشناوي هيكون الحارس الاساسي لمنتخبنا في كأس الأمم الإفريقية، ولكن يعني في انتظار بتأكيد جاهزية الشناوي في الأيام القليلة المقبلة. ولكن في حراسة المرمى محمد صبحي خط الظهر من اليمين للشمال، عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن، أحمد فتوح ظهير أيسر، اثنين مساكين أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم، في وسط الارتكاز محمد النني، مروان عطية، إمام عاشور، ده ثلاثة في وسط الملعب. في الأمام محمد صلاح، محمود تريزيجيه، ومصطفى محمد. ده تشكيل منتخبنا الوطني هيلعب مباراة تنزانيا بعد أقل من 45 دقيقة. ده تشكيل منتخبنا الوطني في لقاء تنزانيا بعد قليل. طبعا لو بصينا على التشكيل ممكن نتكلم على مركز أو مركزين اللي ممكن يكون فيهم تغييرات اضطرارية نتيجة طبعا يعني فتوح محتاج ياخد نسبة مشاركة من المباريات بعد إيقافه لفترة طويلة جدا. محمد صبحي بيلعب لأن محمد الشناوي وأحمد الشناوي لسه مش جاهزين. ولكن لو بصينا على باقي التشكيل كلها عناصر يعني أعتقد بنسبة كبيرة هتكون أساسية في بطولة الأمم الإفريقية، خاصة في وسط الارتكاز وفي الخط الأمامي. عندنا تفاصيل بالتأكيد هنتكلم فيها على تشكيل منتخبنا ومشوار منتخبنا في كأس الأمم، ولكن عايزين نتكلم شوية على ترتيب مباريات منتخب مصر.
الناس كلها واخده بالها بس من فكره ان مصر في المجموعه الثانيه مع موزمبيق وغانا والراس الاخضر. طب الناس مش واخده بالها، طب فيما بعد؟ وهل فيما بعد دي بتبقى في حسابات المدير الفني، ولا احنا بس كاعلام بنحاول نتكلم على اللوغاريتمات والارقام والاتجاهات ممكن تواجه مين او تلاعب مين؟ اكيد المدير الفني بيبقى عارف في حساباته ايه الفرق اللي ممكن يواجهها لو طلع اول او تاني او تالت. لان اولا كاس الامم بعد زياده عدد المنتخبات ل 24 منتخب، خاصة من النسخة اللي أقيمت في مصر عام 2019، بقى التأهل للأدوار التالية مختلف. دلوقتي 24 منتخب بيتوزعوا على 6 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 منتخبات. الأول والتاني بيتأهلوا بنسبة يعني مؤكدة 100% ما فيهاش أي نقاش، فبالتالي يبقى 2 في 6 ب 12 منتخب. باقي 4 منتخبات عشان يكملوا عقد ال 16 منتخب. فالأربعة دول هم إيه بقى؟ أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث في المجموعات الستة. عشان بالتالي يبقى 16 منتخب بيتأهلوا لدور ال 16، فمجموعة مصر ومجموعات البطولة كلها فيها أول وتاني وتالت، بس التالت هنا في مجموعتين مش هيصعد منهم أفضل تالت، نتيجة يعني النتائج هي اللي هتحسب المسألة دي في الفترة اللي جاية. مصر معاها مين في مجموعتها؟ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق. طب تعالوا نعمل حسبة كده ظريفة. مصر لو طلعت تالت، لا قدر الله يعني، مصر لو طلعت تالت هتروح تواجه مين؟ هتروح تواجه أول المجموعة الرابعة اللي فيها الجزائر. يعني مصر لو طلعت تالت المواجهه المرتقبه في دور ال 16 هتكون اكيد بنسبه كبيره مع الجزائر، لان الجزائر معاها بوركينا فاسو وانجولا وموريتانيا. فبالتالي مصر لو طلعت تالت هتبقى المواجهه الاقرب مع الجزائر. طب مصر لو طلعت تاني، مصر لو طلعت تاني هتلعب مع تاني المجموعه السادسه اللي فيها المغرب. يعني هتلعب مع تاني المجموعه السادسه اللي فيها المغرب. المغرب بالتاكيد ممكن تكون في الصداره، فانت ممكن لو طلعت تاني هتكون في مواجهة مع الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا. هنا الحسبة ممكن تكون اسهل شوية لو انت طلعت تاني. طب لو طلعت اول، خدوا بالكم لو طلعت اول هتبقى المواجهة اسهل، ولكن لما تروح لدور الثمانية هتبقى المواجهة اصعب. هي العملية نسبية شوية، لانك لو طلعت اول هتلعب مع تالت المجموعة الاولى او التالتة او الرابعة. وهنا الحسبة على حسب النتائج، في مجموعات مش هيطلع منها افضل توالت، وفي مجموعات هيطلع منها افضل توالت. المجموعه الاولى اللي فيها مين؟ الكوت ديفوار ونيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائيه، فهتلعب تالت المجموعه دي، او تلعب مع تالت المجموعه الثالثه اللي فيها السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا، او تلعب مع تالت المجموعه الرابعه اللي فيها الجزائر بوركينا موريتانيا انجولا. قدامكم على الشاشه ده ترتيب المجموعات او شكل المجموعات. انت لو طلعت اول هتلعب مع تالت المجموعه الاولى اللي هي غالبا يا غينيا بيساو يا غينيا الاستوائيه، او تالت المجموعه الثالثه يا غينيا يا اما جامبيا، او تلعب مع تالت المجموعه الرابعه اللي هي موريتانيا او انجولا. بس خدوا بالكم بقى، لما ساعتها تطلع اول وتلعب مع المنتخبات دي سكتك بعد كده هتكون مع السنغال في دور الثمانيه. طب لو طلعت تاني ولعبت مع تاني المجموعه اللي فيها المغرب اللي هي مثلا الكونغو الديمقراطيه او زامبيا او تنزانيا، لو كسبت هتروح تلعب مع الكوت ديفوار لو هي وصلت دور الثمانية. فانت اول او تاني يا هتصطدم بالسنغال يا هتصطدم بالكوت ديفوار، يا هتصطدم بالسنغال يا هتصطدم بالكوت ديفوار في دور الثمانية. اللي عايز يوصل فاينل ويكسب البطولة يواجه اي حد. البطولة اللي فاتت اصطدمنا بالكوت ديفوار في دور ال 16 وكسبنا، لعبنا مع المغرب في دور الثمانية وكسبنا، لعبنا مع الكاميرون في الدور نصف النهائي وهي المستضيفة وكسبنا، ورحنا للفاينل مع السنغال ولكن ركلات الترجيح كان لها راي اخر. طيب ده مشوار المنتخب اكيد في الفتره اللي جايه وترتيب المجموعات والطرق اللي ممكن تواجه بيها الفرق في الفتره اللي جايه. مزيد من التفاصيل وتعليقا على هذا المشوار وتعليقا على تشكيل منتخبنا الوطني اللي هيلعب مع تنزانيا بعد قليل، معايا على التليفون دلوقتي الزميل والصديق العزيز استاذ كريم سعيد المحلل الفني والناقد الرياضي. استاذ كريم مساء الخير. مساء الخير يا محمد، ومساء الخير لكل متابعي قناه الاهلي. اخبارك كله تمام؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. رايك ايه اولا كده في طريق المنتخب لما اتكلمت على صداره او وصيف او لو طلعت ثالث؟ شايف الترتيب ازاي والمباراه ازاي؟ والله بص، هو طبعا فكره ان يعني البطوله طبعا بتبقى انت عارف الروت كاب زي ما بنقول او الطريق للكاس. انت عارفه من البدايه، وطبعا اكيد كل البطولات اللي مبنيه على 24 فريق يا محمد انت عارف بيبقى فيها حسبه كده
مش بسيطه يعني. أكيد. طبعا انت عشان تقدر تعمل دور 16 من 24 منتخب هيبقى ليها كده ايه حزبه مختلفه. لو بفتكر طبعا النظام ده اول ما اتطبق كان مع مونديال 90 لما كان 24 فريق. فطبعا اكيد منتخب مصر انا هاخد من الجمله اللي انت قلتها اللي من يبحث عن الكاس يجب ان هو يعني يبقى محضر نفسه لمواجهه اي منتخب. انت واضح من كلام اللعيبه مع سياده الرئيس في امبارح في العاصمه الاداريه ان اللعيبه مركزه ان هم عايزين يعوضوا الفاينل بتاع السنغال. احنا مش ناسيين الفاينل ده وكان فاينل قاسي للغايه يعني بعد مشوار يعني رغم طبعا بعض المشاكل اللي كانت عند هيكتور اللي كانت عند كيروش ساعتها لما كان ماسك المنتخب ده حضرتك بتتكلم على حقبه مختلفه عن الحقبه اللي احنا عايشينها دلوقتي. بس الفريق قدر انه يوصل فاينل والهزيمه بصراحه كانت مريره قوي يعني في الضربات الترجيح. طبعا ان شاء الله احنا نتمنى ان الطريق طبعا نسعى لبطوله المجموعه. اكيد بص انت في كل الاحوال في دور الثمانيه هتواجه منتخب قوي يعني اكيد خلينا نتكلم بصراحه. النظام الجديد بيصفي الدنيا تماما فانت المفروض تسهل على نفسك الطريق لغايه دور 16. يعني اللي حصل في النسخه اللي فاتت ده كان صعب ان انت بدات المشوار بدري الصعب بدري. وطبعا يعني برضو انت خلينا برضو نتكلم بصراحه احنا وصلنا من دور 16 لغايه الترجيح. هزمنا المغرب في الوقت الاضافي. هزمنا الكاميرون برقصه الترجيح. يعني وصلنا مع السنغال لغايه الترجيح. احنا برضو ما قدرناش نحسم مباراه 90 دقيقه. فالفكره في حته دي لا انت محتاج ان انت تبقى واخد الدنيا ستيب باي ستيب من دور المجموعات. التارجت بتاعي اطلع متصدر. عشان العب مباراه سهله في دور 16 وابدا بقى الشغل الجد من دور الثمانيه. اكيد. طيب المنتخبات اللي ممكن تكون مرشحه مع منتخبنا الوطني، اولا من المنتخبات العربيه، هل ممكن الجزائر، تونس، المغرب تكمل في المشوار مع المنتخب المصري ولا شايف المنافسه اكتر هتكون مع منتخبات غرب افريقيا، غانا، الكاميرون، الكوت ديفوار مع منتخب مصر؟ يعني طبعا اكيد القرعه بتاعت المجموعات طبعا اكيد احنا متفقين ان مثلا المنتخب الجزائري النسخه الحاليه مش نسخه 2019 كانت في مصر. نسخه 2019 في مصر كانت نسخه مرعبه لاقصى درجه واستحقوا بكل جداره ساعتها لقب الكاس. وبرضه بنتكلم عن نسخه مختلفه من نسخه المنتخب اللي راح مونديال 2014 في البرازيل. الجزائر حاليا النسخه الجيل ده مش هو الجيل اللي اتكلمت عليه. وبالتالي حتى الجزائر ما بتقولش ان هي ما حدش بيقدر يقول ان هي يعني ايه مرشحه بقدره للحصول على الكاس. يعني حتى برضو النسخه اللي فاتت المنتخب ما قدمش افضل نتائجه وحتى خرج من دور المجموعات على ما اتذكر يعني. تونس بس خلي بالك برضو يا محمد مجموعه الجزائر مجموعه في المتناول اكيد ربما مجموعه ما فيهاش منافس. بوركينا طبعا اكيد منتخب له اسمه بس بوركينا من المنتخبات اللي بيلعبوا كره مفتوحه يعني كره سهله. خصم انت ما بتحسش ان انت يعني تقلق منه فاهم قصدي؟ اه طبعا منتخب حاليا متصنف من التصنيف العالي في افريقيا ولكن برضه بصراحه ما نقدرش نقول ان بوركينا فاز مثلا زي جنوب افريقيا او حتى زي السنغال او حتى او زي مالي مثلا. برافو عليك فاهم قصدي؟ لان هم بيلعبوا كره مش تكتيكيه بيلعبوا كره مهاريه اكتر. فطبعا مجموعه الجزائر اعتقد يعني فكره الصداره بالنسبه للمغرب فيها موضوع سهل. المنتخب التونسي برضو ربما يعني المجموعه اصعب شويه بوجود جنوب افريقيا بوجود مالي. بس اشوف ان تونس حاليا تكتيكيا كويسه وحتى شفناهم في مباراتهم معانا اللي كسبونا هنا 3-1 الفريق كان كويس. بس امبارح لعبوا مباراه وديه مع موريتانيا يا كريم والمباراه انتهت بالتعادل السلبي ويمكن عملت ردود فعل سلبيه في الاعلام وفي الشارع التونسي. والله انا عايز اقول لك اي نتيجه سلبيه في الماتشات الوديه بتبقى افضل من انك تحقق نتائج ايجابيه وتروح الرسمي وتعمل العكس. تبقى فيها خداع ولا حاجه. اه النتيجه خادعه جدا بس كل الاحوال انا بشوف طبعا خلي بالك المنتخبات الكبيره دايما 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 بتعرف تلعب البطولات اللي هي الايه المجمعه. والمنتخب التونسي يعني على مدار التاريخ هم الكره التوانسه في الكره اذكياء بيعرفوا يلعبوا حتى ايدي لو ما عندهمش جيل كويس او ما عندهمش الاسماء الكبيره زي زمان لكن هم برضه يعني مثلا هفتكر في 96
المنتخب التونسي وصل فاينل قدام جنوب افريقيا وما كانش المنتخب مرشح خالص ان هو يوصل للنقطه دي. التوانسه دايما بيعرفوا يعني اكيد عندهم ميراث كويس. طيب واحنا على 15 نتمنى طبعا اكيد توفيق يكون في الفرق. طيب عايز اسالك بقى على تشكيل منتخبنا الوطني اللي هيلعب مع تنزانيا بعد قليل، والتشكيل يمكن فيه ممكن نقدر نتكلم على التشكيله الاساسيه ممكن تغييرين او ثلاثه بس في حراسه المرمى. التغيير الابرز مشاركه محمد صبحي نتيجه يعني تاهيل الشناوي محمد واحمد في الفتره الحاليه. تعليق على التشكيل، وهل تقدر تقول ان في عناصر اساسيه حجزت مكان من خلال التشكيل ده في البطوله؟ يعني انا اعتقد ان احنا بنتكلم ان التشكيل يعني بيحتوي على تقريبا ممكن نقول 80% من التشكيل الاساسي اللي مصر هتلعب بيه ان شاء الله في الكام. اعتقد يعني لا خلاف على ثنائيه احمد حجازي ومحمد عبد المنعم اكيد، وناس كتيره كانت يعني كنا بندردش من ناحيه التحليليه كريم طب ثنائيه عبد المنعم وياسر هي الاكثر جاهزيه وبيلعبوا مع بعض كتير. في الاخر انا امشي بصراحه مع الثنائيه دي، خصوصا ان احمد حجازي طبعا احمد راجع من اصابه وضح تاثره بيها في المباراه الاخيره مع اتحاد جده، وواضح يعني حتى لما النادي الاهلي لعب اتحاد جده واضح ان حجازي لسه شويه مش في الفورمه بتاعته قبل الاصابه، ده مليون في الميه يعني شايف احمد حجازي قبل الاصابه غير احمد حجازي بعد الاصابه. هل النهارده روي فيتوريا ممكن يكون بيجرب النهارده؟ يعني ربما، بس طبعا دي الثنائيه اللي كل الناس توقعت ان فيتوريا هيلعب فيها. طبعا لا خلاف على احمد فتوح في الباك الشمال ان احنا عندنا عدل في هذا المركز في مصر. وعمر كمال عبد الواحد طبعا اكيد هيبقى عنده منافسه مع محمد هاني. خط الوسط اعتقد النني بشكل اساسي حاجز مكانه ان هو فيتوريا بيحبه، ومحمد النني انت عارف يا محمد كل المديرين الفنيين لمنتخب مصر بيثقوا في النني. مقتنعين بيه فعلا. مع اختلاف الاثناء يعني. محمد النني تكتيكيا في الملعب بيتحرك كويس، وطبعا بتتكلم على لعيب ارسنال فاكيد يعني عقليته وخبرته بتخلي اي مدير فني يتكلم معاه بيقتنع بيه. واعتقد لا خلاف طبعا على بقيه الاسماء يعني بالنسبه لمحمد صلاح محمد طبعا انا الثلاثي الامامي ربما يكون بس هو الخلاف على اسم عمر مرموش وتريزيجيه مين فيهم هيلعب، وان كان اعتقد فيتوريا ممكن يفضل تريزيجيه عشان خاطر الدور الدفاعي هو دفاعيا اقوى من عمر مرموش، وكمان عمر مرموش السنه دي مع فرانكفورت لعب مهاجم صريح اكتر ما لعب وينجر اكيد. فانا اعتقد النهارده هنشوف بروفه جيده يعني لينا ان شاء الله قبل كاس العالم. كانت مباراه واحده كفايه كريم ولا كان الافضل في مباراه ثانيه؟ والله محمد انا كنت اتمنى يكون في مباراتين منهم مباراه مع فريق كلاس اي. كلاس اي؟ كلاس اي يعني اختار كلاس فريق كلاس اي في افريقيا فريق من الكبار وتديك تلعب معاه مباراه كده ايه مباراه حلوه تلعب مباراه تقف فيها على مستواك. في مديرين فنيين بيحب يقول لك لا انا ما احبش في الوديات العب مباراه جامده ممكن يحصل لي اصابه ممكن يحصل لي حاجه، هو نفس اصلا المخاوف دي ممكن تحصل في اي مباراه يعني ما هو امر قدري ومش في ايد حد. بس هو فيتوريا من المديرين الفنيين ما بيحبش الاختبارات القويه كتير يعني اكيد. احنا في فتره فيتوريا مع مصر يا محمد احنا ما لعبناش غير مع تونس والجزائر ودي بقيه المباريات كلها حتى الرسمي اللي لعبناها تصنيف ثاني وثالث مفيش مباراه قويه بالظبط. تخيل حتى وانا عمال احسبها احنا ماتش غانا في المجموعه هيبقى ده اول مباراه قويه هنحاسب عليها فيتوريا تخيل يعني بعد فتره سنه ونص شغل تخيل مباراه غانا هي دي اول مباراه رسميه مع منتخب يعني له اسم وله باع في افريقيا هنحاسب الراجل عليها. انا معاك كنت اتمنى يكون في ماتشين والماتش الثاني يكون مع منتخب كبير خلاص ربما تكون الاجنده ما سمحتش الراجل له فكر معين في الاخر هو حر أكيد. وزي ما قلت احنا هنحاسبه من نهايه المشوار ان شاء الله. كريم انا بشكرك وكل التوفيق ليك يا رب، ونتمنى باذن الله يكون التحليل الفني ده يكون قريب شويه كمان من اللي هيحصل في البطوله، لان بالتاكيد البطوله انا مش عارف هل هيبقى فيها مفاجآت ولا طبقا للتوقعات. شرح كريم كان واضح جدا وقريب من الاحداث، بس انتوا عارفين دايما الكوره بيبقى فيها مفاجآت. فعموما نتمنى يا رب باذن الله البطوله منتخبنا يؤدي فيها مباريات كبيره جدا. لفتت انتباهي حاجه مهمه جدا، كل المنتخبات الافريقيه اللي لعبت مع المنتخبات العربيه تحس زي ما يكون هي اللي اختارت المباراه مش العكس. يعني مثلا امبارح موريتانيا بتلعب مع تونس، تيجي تبص على مجموعه موريتانيا هتلاقي موريتانيا موجوده مع الجزائر فكانت حريصه تلعب مع تونس. تنزانيا طلبت تلعب مع مصر، ليه؟ لان تنزانيا في مجموعه مع المغرب. في منتخبات تحس كده هي اللي طلبت مش العكس. يعني احنا هنلعب مثلا مع موزمبيق والراس الاخضر،
لو بتتكلم على الزون الجغرافي في القارة الإفريقية مش نفس الزون الجغرافي بتاع تنزانيا. تنزانيا في شرق إفريقيا، يعني شرق إفريقيا أثيوبيا وتنزانيا، لكن موزمبيق في الجنوب، الرأس الأخضر يعني في جنوب غرب. فبالتالي مش عارف هل الفرق دي هي اللي طلبت تلعب مع الفرق المصرية، أو أقصد الفرق العربية، ولا العكس. بس لما تبص على شكل المجموعات، لما موريتانيا تلعب مع تونس هي بتلعب مع تونس عشان هتلعب مع الجزائر، لما تبص على تنزانيا هتلعب مع مصر لان تنزانيا هتلعب مع المغرب. فزي ما يكون هو الفرقه دي هي اللي اختارت المنتخبات العربيه عشان يكون حقل تجارب قبل ما تلعب مع المنتخبات العربيه الكبرى في كاس الامم. لذلك انا كنت اتمنى نلعب مع منتخب من غرب افريقيا قبل ما نلعب غانا، طبعا مش في نفس مستوى غانا او السنغال، بس على الاقل نختار منتخب في غرب افريقيا، وليكن مثلا ممكن تلعب مع توجو. يعني انا كنت اتمنى ده، ولكن في النهايه اختيارات روي فيتوريا لمعيار معين، اكيد ممكن يكون اختار عامل البدني مش عايز يلعب مباراه بدنيه كبيره عشان اللعيبه طالعه من ضغط ماتشات كتير، اكيد كل مدرب ليه حساباته وبيبقى شايف حاجات اكتر مننا، ولكن احنا طبعا بنحسبها حسبه تانية خالص. عموما ده كان كلام مهم جدا على منتخبنا الوطني. نطلع فاصل، وبعد الفاصل نبدا نتكلم على الاهلي، اكيد عندنا كلام مهم جدا على الاهلي خلال الفتره اللي جايه. النهارده 7 يناير، بعد 3 4 ايام اول تدريب للفريق. تدريب يوم ايه؟ الساعه كام؟ هل في معسكر ولا مفيش معسكر؟ الصفقات والكلام اللي بيتقال موضوع التدعيمات اللي هيحصل فيه الساعات اللي جايه. فاصل ثم نواصل. النهارده يوم الاحد بالتاكيد 7 يناير، اول تدريب للنادي الاهلي بعد هذه الراحه السلبيه وفتره، انا حاسس ان هي فتره طويله جدا، فتره طويله جدا. يوم الخميس اللي جاي اول تدريب للنادي الاهلي هيكون يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله في الساعه 6 مساء باذن الله على ملعب مختار التتش بالجزيره. اذا فتره طويله جدا من الاجازه والراحه بعد مباراه فيوتشر يوم 28 ديسمبر، بنتكلم حوالي اسبوعين، 14 يوم اجازه للفريق من الخميس 28 ديسمبر للخميس 11 يناير، فتره 14 يوم كانت اجازه وراحه سلبيه. فاول تدريب للاهلي ان شاء الله الخميس اللي جاي الساعه 6 مساء على ملعب مختار التتش بالجزيره، هيكون بقى في تجمع لكل اللاعبين. حسب المعلومات اللي عندي ان احمد عبد القادر ورضا سليم مش هيكونوا جاهزين لسه لبدايه المران، لسه هياخدوا لهم كام يوم شويه كده فتره تاهيل وقياسات معينه عشان يتاكدوا الحمد لله من جاهزيتهم وسلامتهم للفتره اللي جايه. طب الاهلي هيستعد ازاي اول ما يرجع للتدريبات الخميس اللي جاي؟ في اتجاه لاقامه معسكر خارجي، ولكن عشان تعمل معسكر في احدى الدول العربيه في الفتره اللي جايه بالتاكيد محتاج ترتيبات كتيره جدا. هل هيبقى في مباريات وديه؟ طب مباريات وديه مع مين؟ الخليج في الفتره اللي جايه مرتبط بكاس اسيا، ففي فرق عربيه كتيره بالتاكيد هيكون عندها فراغات، ما عندهاش مباريات رسميه في الدوريات، فاكيد ممكن تلعب مباريات وديه. ده هيتم دراسته في الساعات اللي جايه، بحيث لو في امكانيه لاقامه معسكر في تحديدا في الامارات هيبقى الاهلي عنده مباريات في الامارات في شهر يناير، مباراتين ثلاثه اربعه على حسب فتره المعسكر. مفيش اكيد الاهلي هيواصل تدريباته هنا في القاهره، بس الامر هيبقى صعب شويه لان وقتها معظم الانديه مشغوله بكاس الرابطه، فعشان تلعب مباريات ممكن بقى مع القسم الثاني او القسم الثالث. حاجه اخيره، كولر من اهتماماته بملف التدعيمات والصفقات في يناير عايز لما يبدا فتره الاعداد من الخميس اللي جاي تكون معاه على الاقل صفقه او اتنين من الاسماء اللي طلبها عشان تكون موجوده معاه في التدريبات، ودي نقطه مهمه جدا. عشان كده انتوا بتسمعوا كتير في الساعات الاخيره عن اسماء لعيبه ممكن تنضم للاهلي، وان في حد من النادي سافر لاحدى الدول عشان يبرم ويتمم تعاقد مع احد اللاعبين. زي ما باكد لحضراتكم من النقاط المهمه جدا اللي الجهاز الفني عايز يشتغل عليها، ان فتره الاجازه دي فتره مناسبه جدا بحيث انت لو عايز تنجز صفقه او اتنين تقدر تعملهم دلوقتي عشان اللاعبين الجدد يكونوا معاك في اول تدريب خلال الفتره اللي جايه. ليه كولر عايز يعمل كده؟ لانه بعد فتره الاجازه والراحه والتدريبات اللي جايه هيكون مرتبط بمباراتين هم مشوارك في البطوله الافريقيه، فما فيش وقت. يعني منتخبنا باذن الله ربنا يكرمه ويكمل في كاس الامم، لعيبتك لما ترجع من كاس الامم انت بتتكلم على 7 ل10 لعيبه، يعني في 3 كمان في منتخبات تونس ومالي وجنوب افريقيا، الثلاثة الله اعلم ممكن يكملوا ولا واحد منهم يرجع، لان الثلاثة في مجموعه واحده، يعني الثلاثة في مجموعه واحده، يا يعني الثلاثة يكملوا لان ممكن يطلع الثلاثة من المجموعه دي تونس ومالي وجنوب افريقيا، مجموعه قويه جدا، وممكن واحد من الثلاثة يرجع. فيبقى ده كده كولر بالنسبه له حاجه ايجابيه انه يبدا يشتغل مع عنصر دولي مهم جدا مع المجموعه اللي موجوده، وبالتالي دي نقاط كولر طلبها في الفتره اللي جايه لو في صفقات تنجز قبل فتره التدريبات في الفتره اللي جايه. وانا معلوماتي ان النادي الاهلي
بيشتغل يعني ال 24 ساعه في ال 24 ساعه عشان اتمام صفقه او اتنين في الساعات اللي جايه، دون الخوض في التفاصيل. وانا عارف سهل جدا واحنا موجودين في اماكن تانية نطلع نقول كواليس مش عند حد، وهنطلع نقول معلومات مش عند حد، ولكن ما ينفعش واحنا على شاشه رسميه ندخل في تفاصيل ليست رسميه حتى الان. لكن الجزء اللي انا ممكن اطمن بيه جمهور الاهلي ان الحمد لله الناس بتشتغل على فكره، لما الجهاز الفني يرجع يكون معاه اللعيبه اللي طالبها عشان يبدا يشتغل معاها في الفتره اللي جايه. دي نقاط كان لازم نتكلم عليها قبل ما نروح لاخر اخبار الترند، لان النهارده السوشيال ميديا ما عندهاش كلام الا على مين اللي جاي الاهلي، مين اللي خارج من الاهلي، هل اللي هيجي صفقه اجنبيه، اللي خارج هيخرج اعاره ولا بيع. كل ده تعالوا نشوفه في اخر اخبار الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند، والبدايه مع ترند الاهلي اللي فيه كلام كتير جدا. اولا كوره بلس بيتكلموا على ان الاهلي يدرس اقامه معسكر خارجي في الامارات نهايه يناير الجاري، وده الجزئيه اللي كنت بتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي، ان الجهاز الفني شايف ان ممكن يعمل مباريات وديه عشان يجهز اللاعبين للمباريات بعد العوده من التوقف الدولي. اقرب الدول اللي ممكن يكون فيها هذا المعسكر الامارات العربيه المتحده، ولكن الامر بيتوقف على مين الفرق اللي هتلعب معاها مباريات وديه في الفتره اللي جايه. عموما لسه شويه على الملف ده، اعتقد على يوم الخميس او الجمعه ممكن الصوره تبدا تتضح شويه. طيب اليوم السابع، حقيقه طلب كولر رحيل علي معلول وعمرو السوليه عن الاهلي. انا بتكلم في الملف ده بقالي اكتر من شهرين ثلاثه. عمرو السوليه كولر مش عايزه، اصل عمرو السوليه اصاباته كتير، اصل عمرو السوليه 34 سنه، فالجهاز الفني بقياده كولر شايف ان عمرو السوليه ما ينفعش يكمل. اولا كل الكلام ده غلط، عمرو السوليه مكمل مع النادي الاهلي، وتجديد عمرو السوليه هيكون في الايام اللي جايه. محمد هاني وعلي معلول هيكون بعد كاس الامم الافريقيه على طول في اجتماع معاهم والموضوع هيتحسم. محمد هاني تقدر تقول يعني امره محسوم، الموضوع منتهي، يعني فكره التعاقد او تجديد التعاقد معاه الموضوع منتهي، تفاصيل بسيطه بس، رتوش كده بسيطه، هيتم التوقيع بعدها على طول. علي معلول الناس بتتكلم سنه ولا سنتين، نفس القيمة المالية ولا أقل من القيمة المالية؟ طب سيبك من التفاصيل دي. علي معلول عايز يكمل؟ اه. الأهلي عايز يجدد مع علي معلول؟ اه. يبقى المشكلة اللي البعض بيحاول يتكلم عليها في السوشيال ميديا أنا شايفها أمور تعاقدية بيتم الاتفاق عليها، وليست سبب رئيسي في خلاف على مدة التعاقد أو خلاف على إن التعاقد ممكن ما يتمش. دي جزئية مهمة جدا. يعني رغبة الطرفين موجودة. التفاصيل اللي ما بين السطور دي بتبقى نقاشات ما بين الطرفين، ولكن هذه النقاشات ليست مبرر لعدم التعاقد او عدم تجديد التعاقد. عشان كده بقول لكم معلول مكمل، محمد هاني مكمل، عمرو السوليه مكمل، والايام بينا بعد كاس الامم هفكركم بكل التفاصيل دي في وقتها باذن الله. طيب نروح للوطن الرياضي وبالاسماء، اربع صفقات جديده للاهلي في يناير. حتى الآن الكلام على صفقتين، ولكن وارد جدا تطرح أو يطرح اسم صفقة ثالثة ورابعة في الفترة اللي جاية طبقا للمنشور النهاردة في الوطن الرياضي. ولكن الكلام على مين بقى؟ إن في كلام على لاعبين بيلعبوا في الدوري المحلي، مروان حمدي المصري، أحمد أمين أوفا إمبي، أحمد عاطف مودرن فيوتشر. وأنا بقول لكم إن التلاتة مفيش نقاش أصلا على ضمهم في الفترة اللي جاية، التركيز أكتر على صفقة مهاجم أجنبي ما تاخدش حيز من عدد اللاعبين الاجانب، يتم حسمها في الساعات اللي جايه. وصفقه عمر كمال من الاسماء اللي ترددت كتير في الفتره الاخيره، وبالتالي دي الصفقات البارزه اللي بالاهلي بيشتغل عليها. هل ممكن يبقى في جديد في الايام اللي جايه؟ كولر لما يرجع هيكون في اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط عشان يدرسوا المرحله اللي جايه، ايه اللي تم انجازه وايه اللي لسه ما تمش انجازه، طب ايه اللي ممكن نكمله في الفتره اللي جايه. كل ده هيتم في الساعات اللي جايه، ولكن الاسماء اللي بتتقال دي بنسبه 99% مش حقيقيه ومفيش اي تفاوض عليها. وشهر يناير هيخلص والايام بينا، شهر يناير هيخلص والايام بينا. احد اللاعبين اللي جدد مع ناديه اتقال على مدار 3 شهور وقع للاهلي، التقى بمسؤول الاهلي، خلاص هو في الاهلي. لا وقع للاهلي ولا التقى بمسؤول الاهلي ولا جه الاهلي. خليكم بس فاكرين، لان موسم التعاقدات دايما بيعدي سنه ورا سنه، وللاسف الناس بتنخدع بنفس التمثيليه اللي بتتعمل كل سنه. كورا بلس ينفرد بتوقيع وسام ابو علي للاهلي وتفاصيل ومده التعاقد. كورا بلس نقلا عن بعض الصحف السويديه اللي اشارت الى ان اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي خلال ساعات سيكون في النادي الاهلي. ننتظر الاعلان الرسمي في حال
إتمام هذا الأمر في حال اجتياز الكشف الطبي. الوطن الرياضي، تحديد موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد ما بين قوسين الصفقة المنتظرة. تفاصيل الخبر بتقول إن اللاعب الفلسطيني الأصل الدنمارك الجنسية وسام أبو علي لاعب سيرس السويدي هيخضع للكشف الطبي خلال ساعات لإعلان انضمامه رسميا للقلعة الحمراء. اللاعب هيصل الأحد إن هو النهاردة، يعني المفروض اللاعب النهاردة جاي مصر. طيب هنشوف في الساعات اللي جاية مدى صحة هذا الكلام. نكمل مع بعض ونشوف ملعب القاهرة 24. نادي زد بيكشف للقاهرة 24 حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد إسماعيل. محمد إسماعيل هو لاعب في نادي زد، والنهاردة في مدير تعاقدات في نادي زد قال إن الأخبار دي غير صحيحة وإن الأهلي لم يتقدم بعرض لضم اللاعب محمد إسماعيل. عارفين نكتب الخبر وننفيه في نفس الوقت. طب هل الخبر اللي كتبناه كان صح؟ لا. طب بننفيه، طب هو أصلا صح عشان ننفيه؟ طيب سبورت 360 مصرية، زي النهاردة قبل 5 سنين ياسر إبراهيم انضم للنادي الأهلي. يعني عارفين كده فكرة إيه؟ 2018-2019 كانت فترة تحضير لجيل قدر من 2020 ل 2024 يعمل ألقاب وإنجازات تاريخية. ياسر إبراهيم انضم للنادي الأهلي زي النهاردة قبل 5 سنين، يعني في 2019 زي حسين الشحات. فاز مع الأهلي ب 14 لقب، 14 بطولة، منهم 3 برونزية كأس عالم للأندية. المدافع الصلب ياسر إبراهيم. طب نروح للترند المحلي والوطن الرياضي بيتكلموا على معسكر منتخبنا الوطني. ياسر إبراهيم النهاردة مش في التشكيلة الأساسية. هل ياسر مصاب؟ لا، ياسر حاليا في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، لأن ياسر إبراهيم كان خضع لأشعة قبل انضمام المعسكر المنتخب لما كان عنده إصابة شد في العضلة الضمة، وبعد ما شفي منها في التهابات خفيفة، بس الالتهابات دي يعني ما تكونش سبب في استبعاده من المعسكر، وبالتالي ياسر أيام قليلة ويقدر يشارك في التدريبات الجماعية ويكون جاهز إن شاء الله مع منتخبنا الوطني. طب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة. ماتش مصر وتنزانيا بعد أقل من 10 دقائق، توقعاتكم لنتيجة اللقاء؟ سامح بيقول أتوقع فوز منتخب مصر بنتيجة ربما تكون كبيرة نظرا لمستوى منتخب تنزانيا المتواضع. على فكرة أختلف معاك خالص، تنزانيا فريق كويس. أتمنى تجربة إمام أمام منتخب قوي، كل التوفيق لمنتخب مصر في بطولة الأمم. يعني هي دي كانت المتاحة ممكن ولعبنا مع تنزانيا. إيهاب بيقول إن شاء الله مصر تفوز 0-4. علاء بيقول فوز مصر 2-0 إن شاء الله. أحمد زيكو بيقول فوز منتخبنا 0-3، صلاح ومرموش وكوكا، أحمد حسن كوكا، وإن شاء الله نفوز ببطولة إفريقيا ونرجع الذكريات. مساء الخير والسعادة يا أستاذ محمد، شكرا ليك يا أستاذ ناصر. أتوقع فوز منتخبنا 0-2 أو 0-3. كل التوفيق لمنتخبنا في أمم إفريقيا الكان بالكوت ديفوار، شجع مصر. آخر تعليق معايا حسني فتحي بيقول 3-0، بس ما قالش لمين. يعني حسني قال 3-0، هي واضحة واضحة، يعني أكيد حسني بيشجع منتخب مصر، بس يعني هو حسني قال 3-0. فكل التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني. خدوا بالكم الحاجات زي دي لو بيبقى فيها مسابقات وانت قايل 3-0 يعني لازم تحدد مين، عشان لو فيها مسابقه ولا جايزه فتحدد بالتاكيد يعني ان شاء الله الفوز لمنتخبنا الوطني. نتمنى باذن الله المنتخب النهارده يستفيد بالمباراه ايا كانت النتيجه. نتائج المباريات الوديه على فكره ليست مقياس ولا معيار. تعمل مباراه كبيره تطمئن على اللاعبين اللي انت عايز تدفع بيهم في اللقاء، وفي نفس الوقت ما حدش هيتعرض ان شاء الله لاي اصابه. ده الاهم والاساس. بكره راحه للفريق، يوم الثلاث السفر بإذن الله إلى الكوت ديفوار، وبإذن الله تكون رحلة موفقة لمنتخبنا الوطني. وفي الختام نتمنى يا رب بإذن الله نكون وفقنا احنا كمان في تقديم حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى غدا من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.